هذه المفاهيم أخذت من من؟ من الخوارج ابتداء، فكر قديم. عندما خضع الإمام علي للتحكيم مع معاوية بن أبي سفيان، وده أرسل أبو موسى الأشعري سيدنا علي، وسيدنا معاوية أرسل عمرو بن العاص وخضعوا خرج مجموعة من المسلمين، قالوا له العلي، قالوا احنا، رفعوا المصاحف وقالوا له نحن نرى أنك قد ارتدت عن الإسلام لأنك قابلت تحكيم البشر ما كان تحكيم الله عز وجل. بهذا المنطق وبهذا الفهم الغريب الذي يؤمن به الخوارج، يؤمن به الإخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة الذين هم بالطبع خوارج هذا العصر، خرجوا على الإمام علي وقاتلوه وأعلنوا الحرب على معاوية أبي سفيان. الموضوع يطول ويحتاج إلى تفصيل وبيان، ولكن مرت هذه المرحلة بمراحل تاريخية. أخذ من هذا أبو الأعلى المودودي فكرا وابن تيمية، ثم أخذ منهم سيد قطب وجعل دستورا للجماعات المتطرفة كتاب اسمه معالم في الطريق. هذا الكتاب إذا قرأته ترى أن كل سلوكيات وتصورات وأهداف وعرف الجماعات المتطرفة مأخوذا من هذا الكتاب الذي يعد دستور هذه الجماعات. إذن منشأ التطرف الخوارج مرورا بالمودود وابن تيمية، فهموا خطأ ابن تيمية، كفر الحكام. من هم الحكام الذين كفرهم في زمانه حتى نكون على بينة؟ حكام التتريين الذين جاءوا ليفرضوا شريعة الياسة بدلا من الشريعة الإسلامية. السؤال، هل من حكام المسلمين في مصر أو غير مصر من طالب بتغيير الشريعة الإسلامية لتكون مكانها شريعة يصنعها البشر؟ الإجابة لا. هل من حكام المسلمين من هدم المساجد؟ بل هم الذين هدموا المساجد وهم الذين احتلوا بيوت الله. والعجيب أنك تعرف تاريخ الإخوان أنهم لم يبنوا مسجدا واحد من زعام 28 حتى الآن، يستولوا على المساجد فقط، يستولوا على أموال الناس، وإذا عملوا تجارة أو أعمال مع غيرهم من هم ليسوا في جماعتهم يستحلون المال، فتجدوا منصبين، حرامية، لصوص، يأخذوا كل شيء. بلاش كده. عبد المنعم أبو الفتوح، واسألوه أي صحفي يسأله، يقول لي حكاية المدارس هم يجوا يعملوا ايه؟ الاخوان يلموا الفلوس، يلموا الزكاة ويلموا خمس المغنم والكلام ده يحطوه في حصيلة الاخوان ويشغلوا. عملوا مجموعة مدارس، فكانوا يكتبوا الكلام ده مش باسم الجماعة، باسم افراد يثقون بهم، فكتبوا مجموعة من المدارس باسم عبد المنعم ابو الفتوح. فلما انشق عليهم وخرج عليهم ابو عبد المنعم ابو الفتوح، طالبوه باسترداد واسترجاع ما تم وضعه باسمه، فقال عليكم باخي، فذهبوا إلى أخيه، قال لهم لا حاجة لكم عندنا، إحنا خدنا جزء مما تأخذونه من المسلمين من ربوع الدنيا كلها، إحنا بالبلد إحنا نصابين زي بعض، وإحنا خدنا جزء من الغنيمة. هؤلاء الذين أرادوا أن يدمروا مصر ثم فعلوا ما فعلوا، وأقصوا من أقصوا، وفعوا صنعوا دستورا يصب في مصالحهم، جاءوا ليزيدوا التعب للشعب المصري، فشلوا في حل المشكلات. هتيجي تقول لي واحد، يقول لي يا عم مكات المؤسسات وبعض الأجهزة شغالة ضدهم في السر وبتعطل مسيرة مرس، أقول له إذا ما هفترض جدل إن ده حصل، أقول له أنت المسؤول وتبقى مش رئيس دولة، ما تنفعش تبقى رئيس جمهورية، لأن السؤال لماذا يصنع الناس بك هذا إلا أنهم كانوا غاضبين عليه غير راغبين في حكمهم، فأنت لا تصنع. زي ما يطلع لرئيس جمهورية ويقول لك الراجل بتاع الكهرباء بتاع السكينة اللي بنزلها عشان 20 جنيه، يا راجل في رئيس جمهورية جوف ويقول هذا الكلام؟ تقعد على المصطبة، انت مش قاعد على المصطبة. ينبغي ان يكون رئيس الجمهورية بروتوكول في ملبسه، بروتوكول في حديثه، بروتوكول في مشيته، لانه لا يمثل نفسه بل يمثل شعبه كله.